في يوم من الايام بفتكر كويس جدا كان الاسم يعني حديث مصر كلها، الكل كان بيتكلم على سعيد عبد العزيز وبيتكلم على وجهته المقبله، منافسه شرسه في الوقت ده كانت بين القطبين الكبيرين في الوقت ده برضو الاهلي والزمالك على ضم واحد من المواهب الواعده جدا في الكره المصريه سعيد عبد العزيز اللي انضم للنادي الاهلي وحقق معاه بطولات كتير. ضفنا النهارده في سادسه، نرحب بيك ونقول لك بدايه طبعا اهلا بيك في بيتك وحشتنا بقالك فتره كبيره غايب. تحياتي طبعا لحضرتك استاذ احمد، ومنور ومتالق دايما. المبسوط والله وسعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده. ده شيء يسعدنا ويشرفنا. بس قبل ما ادخل بالكلام هرجع معاك فلاش باك للفتره دي، ويمكن يعني وسائل الاعلام وجماهير الكوره في فتره ما قبل انتقالك، انت انتقلت من المحله صح؟ تمام. كانت كلها مشغوله وكانت كلها بتتكلم الوجهه اللي جايه والصراع بين الاهلي والزمالك على ضمك. تكلمني عن الفترة دي وكلمني على القرار خدته ازاي ومشوارك مع الاهلي شفته ازاي؟ هو القصة كلها استاذ احمد قصة كبيرة قوي. يعني انت في طبعا انت في الوقت ده كنت انا تقريبا 16 سنة. يعني كنت بلعب في الدوري العام وانا عندي 16 سنة. الحمد لله كنت في منتخب الناشئين في الوقت دوت، واديت مباريات عالية جدا وانا في السن الصغير ده. فجأة انت بتلاقي اهل وزمالك بيفاوضوك، فعارف انت الموضوع طبعا صعب جدا. يمكن الوضع مختلف، يعني احنا في الوقت بتاعنا مختلف عن دلوقتي خالص. يمكن زمان كنت اقل ماتش مثلا تلاقي الملعب كله مقفول، فطبعا انت لما بتبقى محطوط تحت ضغط من صغرك ده شيء بيديك ازاي تتحمل المسؤوليه. مظبوط. فالوضع بالنسبه لي كان صعب جدا ان انت تلاقي الاهلي والزمالك في يوم بيفاوضوك. الاهلي حاجه كبيره جدا، تيم كان عالي جدا اللي كان موجود، كان مستر سوبل هو اللي ماسك في الوقت ده. انا فوجئت بعد الماتش ان هو يعني جه وقف معايا وبيترجم لنا احنا محتاجينك، وكان رشحني طبعا الكابتن محمد عمارة طبعا من الشخصيات المحترمه جدا، طبعا رشحني طبعا لان هو كان مسافر تقريبا في الوقت ده. فلما رشحني الامور مشيت، يعني بدات تمشي ان في مفاوضات. قصه بقى يعني هنا كان في ملابسات في حاجات بسيطه، العقود والاهلي، وكابتن ثابت الله يرحمه كان جه في وقت معين كده بطل يتصل بيا، فعارف انت خلى قلق شويه. جه في الوقت ده الزمالك طبعا بقى كان بيفاوضني، لان كان في الوقت ده كابتن حلمي طولان عايز يعمل جيل المنتخب الاولمبي يخليه موجود في نادي الزمالك. كان موجود عبد اللطيف الدوماني، وكان موجود طارق السعيد وطارق السيد، عبد الله رجب، عبد المنصف، كل دول جيلك، كل ده جيلي. فتخيل ان الجيل ده هو عايز يجيبه كله في نادي الزمالك. فالوقت اللي كابتن ثابت الله يرحمه ما فوضنيش فيه انا بدا ياخد القلق. انت عارف انت طبعا يعني اي واحد يتمنى اهله الزمالك طبعا. يا دوبك انا رحت وقعت للزمالك تليفون بعدها من الكابتن ثابت بكل احترام بكل ادب، انت عايز تلعب في الاهلي ولا الزمالك؟ قلت له انا عايز العب في الاهلي. قال لي لو عايز تلعب في الزمالك اتفضل العقد بتاعك. يعني الله يرحمه ويحسن ليه، الله يرحمه. وطبعا دي مبادئ النادي الاهلي. قلت له انا هوقع للنادي الاهلي واتحمل الغرامه، لان انا اخطات ان انا رحت وقعت النادي الزمالك، شلت الكفاله كلها والغرامه كلها. وعايز اقول لك ان انا قضيت احلى 3 سنين في الكوره وفي الاحترام والمبادئ، ويمكن زودتني اخلاقيا كمان. يعني انا اتحط لي حاجات كده الله يرحمه كابتن صالح، يعني قعد معايا قعده قال لي انت لازم تتعلم يعني ايه الرجوله، والرجوله ان انت تتحمل المسؤوليه بالكلمه مش شرط عقد. فعارف انت يعني انت كان في النادي الاهلي زي ما بيقولوا في التربيه والتعليم، فعلا في تربيه وتعليم. ايوه. فتره حققت فيها بطولات، اعتقد ان كل يعني ده افريقيا حققتها، بطوله دوري، بطوله كاس طبعا ده العادي، اي حد بيخش الاهلي لازم يجيب دوري وكاس. وبالتالي كمان من الحاجات اللي ما تتنسيش انت من الجيل اللي لعب مع ماتش ريال مدريد الشهيد طبعا اللي كسبنا فيه 1-0 طبعا. بص يا استاذ احمد، هو في الثلاث سنين انت رايح النادي الاهلي مش بتفكر غير في البطوله بس. يعني انت بتيجي تقعد دلوقتي مع اللعيبه عشان تفهمها. يمكن عشان انا السنه دي كنت الحمد لله كنت مدير فني في ماسك كيما السنه دي. فبتقعد مع اللعيبه وبتقعد مع رئيس النادي بتفهم يعني ايه تارجت وعايز توصل لايه والحاجات دي. لا، انت النادي الاهلي داخل عارف انت عايز تاخد بطوله. اللعيب داخل عايز يلعب، انا عايز العب وعايز اخد بطوله، ما بيتفكرش غير في كده. مش هتتكلم في ماديات لان حاجتك موجوده، رئيس نادي محترم، جماهير محترم، لا انت بتتكلم على نادي القرن، بتتكلم على النادي الاهلي. فافضل 3 سنين قضيته في حياتي. رايك ايه في الكلام كوره شويه معاك، ناخد رايك في فرقه الاهلي دلوقتي، الاختلاف بين الجيل ده والجيل اللي انت كنت بتلعب فيه مع النادي الاهلي. لا هو الاختلاف استاذ احمد كلي، يعني انت بتتكلم الكره اتغيرت كتير كتير
اولا احنا يمكن في الوقت ده كان ناس كتير دايما يعني حتى اهلاويه يعني انا بتكلم على اهلاويه يعني ما يهمناش الاراء الثانيه دايما بيحب يقارن يقول لك الجيل ده احسن من الجيل ده المدير الفني ده والمدير الفني ده ف طب احنا لحد دلوقتي كنا بنتكلم على مستر مانو جوزي يعني لحد دلوقتي ما حدش يقدر ينساه صح طبعا شخصيه قويه جدا بره الملعب عينيه كويسه جدا يعني تغييراته هو الاهلي جاب مدربين يعني ما حد يعني ممكن عشان الجيل دلوقتي اللي بيشجع دلوقتي ما يكونش مثلا سمع عن حد اسمه ديتريتش فايتسا تمام ده واحد من الناس اللي عملت نقله للكره المصريه كلها مش بس الاهلي تمام تسوبل هولمان جه فتره من فترات برضه يعني الاهلي طول عمره الحقيقه بيجيب مدربين كبار يعني انا يمكن افضل يعني مش هقدر اقول افضلهم لكن جوزيه هو اللي غير طريقه اللعب يعني انت ناس كلها كانت بتلعب 3 5 2 فالفتره اللي رحنا أنا فيها انا اسف بس عشان ما انساش برضو حد يقول لي ازاي تنسى هيديكوتي انا ما شفتوش يعني اسمع ان واحد من اساطير التدريب في الاهلي بس يعني كل ناس بتقول كلنا هيديكوتي طبعا واحد من اساطير التدريب في الاهلي هو اللي غير طريقه اللعب فانت عارف انت لما بيبقى ليك سيستم معين 3 5 2 يغيرها ل 4 4 2 ويعلمك ازاي الشق الدفاعي والشق الهجومي طبعا ما كانش ولا حد في مصر يعني يعرف الطريقه دي وكانت بدايتها ماتش ريال مدريد فانت بتطبق طريقه جديده وفكر جديد ولعيبه جديده مع فرقه يعني انت بتتكلم على نجوم العالم ايوه فيجو زيدان روبرتو كارلوس راؤول جونزاليس هيرو مكمنة من جيرمي لا فرقه مين يعني مين كان بيلعب عندك في الحته بتاعتك كان فيجو كان هو في الوقت ده لويس فيجو كان طبعا في الوقت ده كان اغلى لعيب في العالم طبعا ايوه وكان وراه الباك رايت اللي هو جايب قصه شبه قصتك برضو يعني يا شويه يعني بعيد لبعيد وكان الباك رايت كان هو كابتن المنتخب الكاميروني اللي هو جيرمي يعني حاجه جبهه تقيله جدا جبهه تقيله لا انت احنا قعدنا يعني انت وانت نازل الملعب والملعب مليان كده وبتلعب ريال مدريد بالجالاكتيكوس يعني تتكلم على منتخب العالم في الوقت صحيح ده صحيح كان احساسك ايه ومشاعرك ايه وكنت حاسس ان احنا نازلين فعلا نكسب ولا نازلين نلعب مباراه يعني تبسط جمهور الاهلي وخلاص يعني مش مطالبين بالنتيجه لا بالعكس انت يعني الراجل وصل لنا واحنا في البرتغال ان انت كل ما بتعمل انجاز بيتحسب لك النادي الاهلي ده عمل الماتش ده كانه بطوله وفعلا اتحسب كانه بطوله انت بتلعب نادي كبير بتلعب نجوم اظن ان يعني احنا دلوقتي بنقول ميسي نقول امبابي يعني بنجيب اسماء كده من بعيد لكن انت بتتكلم على جيل متكامل استاذ احمد كله نجوم فالماتش طبعا محسوب الملعب مقفول احنا واحنا في الاول تقريبا اول 10 دقائق كده مش كوره في التسخين وقفنا نتفرج بس على زيدان وكرس والله دي حقيقه من تقريبا من على 18 بيحطوا كوره في الاي من فوق تخيل الجمهور كله بيتابع مثلا ده يحط واحده وده يحط واحده ده يحط فانت يعني انت ايه التركيز وايه السهوله والبرستيج لا بتلعب ناس طبعاً على اعلى مستوى فانت دخلنا في المباراه بسرعه يعني انت كنا محضرين بشكل كويس محفظنا يعني حتى هو مستر مانويل بيقول لي فيجو انت عارف ان هو عنده ممكن يعمل مثلا بتاع حوالي 7 8 سيزر في دقيقه فيقول لي انت لازم عينيك على الكوره مش رجليك على رجل اللعيب لان هو سريع جدا في الحركه دي لازم فبيحفظ اللعيبه فماتش من الماتشات اللي عمرها ما تتنسى طبعا بالمناسبه خليني اسالك بما انك لعبت اهلي ولعبت منتخب مصر والمنتخب عنده ماتش مهم جدا قدام السنغال شايف ازاي فرص منتخب المصري في تجاوز السنغال والوصول لكاس العالم والله هو ماتش صعب يعني انا شايف ان احنا يعني ماتشين هيبقوا صعب علينا جدا لكن وهي على فكره بانت من النهائي ان احنا بنلعب فرقه محترمه قوي فرقه منظمه قوي فرقه عندها ثبات انفعالي مش طبيعي حتى يمكن في لقطتين كده انا مش بقدر انساهم والله يا استاذ احمد لقطه شريف وهو خارج وهو بيعيط واللعيبه اتلمت حواليه ولقطه مانيه بعد ما ضيع ضربه الجزاء وان هو ولا اكنه ضيع ضربه جزاء يعني مصمم ان يكسب ففرقه السنغال لا فرقه ثقيله فرقه منظمه كارلوس كيروش قادر على قياده مصر او الوصول بمصر لكاس العالم من وجهه نظرك دي بترجع لتوفيق ربنا ثم حاله لعيبتنا لان احنا اللعيبه عندنا بقت مجهده يعني اللعيبه عندنا مجهده بشكل مش طبيعي طبعًا. اولا يعني ده بقى عضلي وذهني انت شكلك مش متفائل والله مش موضوع متفائل والله يا احمد ماتشين يخدوا يعني ماتشين يخدوا اصل انت ماتشين هيوصلك حلم تاني خالص احنا قلنا الحمد لله الاهلي تالت عالم بنشارك في افريقيا الزمالك فاجئنا بالخروج الاهلي ماتشين خساره ورا بعض ضغوط في ضغوط على الكره على اللعيبه الفتره دي
لكن وانت هتلاعب فرقه مستاهله. فهقول لك متفائل هضحك عليك، لكن توفيق ربنا وحاله لعيبتك في المباراه. بس نقدر، لا نقدر. نقدر ان شاء الله، بس لازم ان شاء الله من هنا. طيب والاهلي، والاهلي في دوري الابطال؟ لا ان شاء الله هنعدي وهنفوز الماتشين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شايف ماتش المريخ ازاي؟ اولا احنا بس يعني انا عايز ارجع بس حته صغيره ورا شويه. سان داونز يعني وعايز ارجع لحته الاعلام شويه وبالذات اللي هو يعني معلش انا اسف اليوتيوب والسوشيال ميديا يعني. السوشيال ميديا يعني معلش بيتكلموا. والله استاذ احمد دلوقتي انا يعني انا دخلت بظروفها امبارح كده بسمع ناس بيتكلموا على اللعيبه بطريقه مش كويسه. يعني بيبداوا يتكلموا على اللعيبه بطريقه، بس يعني مش القاعده، يعني مش الاغلبيه، مش لازم يبقى موجود ده. طب مش ممكن توحد الجمهور لا يتفق على شيء؟ طب واحنا ليه ما نبقاش عندنا ثقافه زي الناس بره؟ بعد الناس ما بتخلص المباراه كسبان خسران بيروح يشجعوهم. ايوه انت دلوقتي انا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي، انا بتكلم على اللي يخصني النادي الاهلي. انا خسران ماتشين، هل احنا عايشين مع اللعيبه دي؟ مش عايشين مع اللعيبه. خد بالك دي مشكله كبيره جدا فرضتها علينا الظروف. الجمهور اللي كان بيبقى موجود في المدرجات وبيعبر عن رايه، انت لعبت في وسط ملعب في 100,000. صحيح. اللعيبه دي بقى لها مظلومه على فكره، اللعيبه صحيح. مظلومه انها اتحرمت من اهم ورقه يحتاجها لعيب في فريق بطوله. دي حقيقة. ان المدرجات تبقى مليانه وخصوصا في الاوقات الصعبه. وارد جدا يعني احنا شفنا الاهلي في مثلا في كاس العالم وكان الجمهور، انا بشوف ان الجمهور كان ليه دور كبير جدا طبعاً. بالذات في ماتش مثلا زي مونتيري، كل الظروف ضدك وكل الظروف صعبه والجمهور قدر صحيح. يلعب الدور. فاللعيبه دي بصراحه مظلومه، وعشان كده دايما بيقول للعيبه ما تدوش ودنكم، ما تسلموش نفسكم للسوشيال ميديا. صحيح. يعني دي دايلاما هم عايشينها اتفرضت عليهم غصب عنهم بصراحه. يعني احنا حتى يمكن قريب شفناهم حتى في ماتش بيراميدز رغم العدد كان قليل، بس ادوا روح للعيبه وشاف. هو على فكره الملعب ده جزء كبير جدا من المنظومه الجمهور. يعني بتكلم على المنظومه كامله، هو جزء من المنظومه. ده امتع جزء في المنظومه الجمهور، فما بالك انه مش موجود. زمان يعني لما بيحصل مقارنه، وانا كنت بسالك على الفرق بين الاجيال، كان دايما بيتقال انه كره زمان كانت المهاره فيها واضحه، وان لما تبص مثلا لجيل من اللعيبه ممكن تطلع 10 15 موهبه. تمام. يعني فلاتات. تمام. النهارده بيقولوا ان الموهبه بقت عمله نادره، هل شايف انه الجمهور يعني عنصر مؤثر في ده او سبب في ده بشكل من الاشكال؟ طبعا. طبعاً. ولا كمان الكره اتغيرت بتعتمد على السرعه والقوه اكتر من فكره المهاره؟ هاخد الحته الاخيره بتاع حضرتك. أي. الكره دلوقتي بقى فيها سرعه. شغال في تدريب دلوقتي صح؟ انا شغال في تدريب. فبتاخد سرعه بس سرعه وقوه. سرعه لكن وقوه. لكن في فروق فرديه. أي. يعني اللعيبه خاصه في الاطراف. يعني انت بتتكلم على الاجزاء، نقول مثلا الاثنين المدافعين والباكين، دول او الباكين بيبقوا مميزين حسب الطريقه. لكن الطرفين والفرود هي دي بقى العمله النادره، والعمله النادره بتظهر اكتر مع الجمهور. ايوه. فانا شايف ان دلوقتي القوه والسرعه بقت هي الاساس دلوقتي. الظاهرين مركزين فيهم مشاكل عندنا في مصر؟ صراحه لو قلت لك تختار لي افضل خمسه مثلا. يعني هنجيب جديد وقديم. ماشي. يعني ماشي. هنقول من القديم، هنقول مثلا عبد الشافي، معلول. هنقول يا ربي جداد بقى فتوح. ايوه عبد الشافي ده بالترتيب ولا ده؟ لا انا بقول انا بقول لا انا بدوم عشوائي، لكن انا بالترتيب معلول. معلول فتحي احمد اسمه محمود حمدي. محمود حمدي بيراميدز. فتوح عبد الشافي بخبرته طبعا. عبد الشافي لكن فيش خامس؟ لا ما استنى انا بجيب لك وافضل خمس مهاجمين، بما انك بتقول المهاجمين دايما العمله النادره. في طبعا محمد شريف. أيوة. مروان حمدي، سموحه، احمد عاطف، فيوتشر، في اوفا ولا اوفا اللي هو بتاع الشرقيه للدخان. في عبده يحيى رغم ان هو مش فيرود، لكن انا شفته في القسم الثاني كان فيرود. المحله من اللعيبه المجتهده دي، اللعيبه اللي لفتت نظر. بصراحه. طيب كلام معاك شويه، اروح معاك للدرجه الثانيه. عايز اسالك لانه العالم ده يمكن يكون منسي او مش مسلط عليه الضوء بشكل كبير، رغم انه ممكن يكون في حاجات تفيد الكره المصريه وفي مشاكل كتيره كمان محتاجين نتكلم عليها، بس هتسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمنا النهارده الكابتن سعيد عبد العزيز. طيب نرجع بقى للمنافسة المحلية، وهكلم الحقيقة مع كابتن سعيد طبعا بما انه واحد من نجوم النادي الاهلي سابقين عن المنافسة في الدوري السنة دي شكلها ايه، وهكلم معاه شوية بصفته بقى مدرب على فكرة الدوري الدرجة الثانية اللي يمكن الأضواء مش متركزة عليه بشكل كبير. بداية خلينا نبتدي بالدوري الممتاز، رأيك في أول نسخة بتقدمها رابطة الأندية السنة دي؟
والله انا شايف ان الحمد لله السنه دي الدوري ماشي بشكل كويس قوي. الفرق اللي موجوده يعني تقريبا في الحته الفنيه قريبين من بعض شويه، باستثناء طبعا لو هنبدا نفسي نقول اهلي زمالك بيراميدز. هتحط الاهلي والزمالك في وضم معاهم بيراميدز في خانه واحده؟ معاهم بيراميدز طبعا. وفيوتشر عاملين فرقه كويسه جدا، علي ماهر. معظم الانديه اللي بتادي بعد كده انا شايف ان ادائهم تقريبا كله مشابه، يعني المقاولين العرب زي المصري، حتى الاتحاد لولا وجود حسام حسن بعصبيته وشدته مش هتلاقي الاتحاد بالشكل ده. هو المفاجاه بالنسبه لنا النادي الاسماعيلي اللي بقى لنا تقريبا 3 4 سنين ما فيش تغيير. كل سنه تحس مش ده الاسماعيلي، مش دي القماشه اللي موجوده في الاسماعيلي. عشان كده احنا بنلاقيه في ترتيب متاخر قوي في الدوري. عنده فرصه في انه يحافظ على بقائه في الدوري الممتاز، ولا تتوقع ان الاسماعيلي هيعمل مفاجاه وفاجاه سيئه طبعا لجماهيره وينزل السنه دي؟ ده تبقى انا مش متخيل الدوري العام من غير الاسماعيلي. اتمنى طبعا ان هو، ولا انا متخيل طبعا، لا يعني صعب. الاسماعيلي وكل الانديه الجماهيريه، بالذات الاسماعيلي طبعا تاريخ كبير وواحد من الانديه اللي يعني كانت في يوم من الايام بتنافس طبعاً، ويوم من الايام بتحقق القاب على مستوى افريقيا، اول نادي مصري يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا او بطوله دوري الابطال في تاريخ الكره المصريه، فينزل درجه ثانيه دي فكره لا صعبه كده. احمد صعبه، وانا شايف ان حمد والله بيحاول، لكن احنا كنا بنتكلم حتى هي المشكله في المدير الفني من وجهه نظرك؟ والله هو الفتره اللي جه فيها الكابتن ايهاب يعني الى حد ما عداهم من المرحله الخطر. أيوة. لكن طب انا ما اتعلمتش ليه من الخطر بتاعي ده ان انا اجيب بقى لعيبه، اجدد لعيبه؟ نادي الاسماعيلي يا جماعه يعني المفروض ان انا اجيب لعيبه زي ما كنا بنتفرج زمان. استاذ احمد يقول لك ده احنا انا وانا بلعب في الاهلي كنت بستنى ماتشات الاسماعيلي عشان اتفرج على اوتاكا زمان والناس الاجيال الكويسه. ليه انا ما بجيبش لعيبه من الاول القماشه اللي تناسب نادي الاسماعيلي؟ لكن انا دلوقتي اتحطيت في موقف صعب، لكن انا بيتهيألي في فرق قريبه، يعني انا عشان بس ما حدش يزعل مني، في المحله لسه قريبه، عندك المصري قريب في المستويات قريبين مش بعيد، عندك المقاولين العرب نفس المستوى. حصان اسود نسخه الدوري السنه دي؟ السنه دي فيوتشر يعني علي ماهر عامل فرقه كويسه قوي، عندهم لعيب مميز جدا احمد عاطف عجبني المهاجم وادي دجله، اعتقد جايبينه من وادي دجله، من وادي دجله ولد صغير يعني ولد اتمنى يعني كنت اتمنى انضمامه لمستر كارلوس كيروش يحط عينه عليه. طبعا هو اعتقد من بين الاسماء اللي لفتت الانظار، يعني خاصه يختاروا ما يختاروش، انت عارف الراجل اختياراته في الحدود غريبه شويه، في اوقات كتير بتبقى بس غريبه. بس لازم عنصر زي ده يبقى موجود. ليه؟ لان احنا حتى واحنا السنه دي واحنا موجودين في كاس الامم احنا لعبنا نفس السيستم بتاعنا، بندافع كويس قوي، بنعتمد على سرعات محمد صلاح شويه، تريزيجيه شويه. فاحنا لازم يبقى عندنا عنصر السرعه، لان احنا لعب فرقه منظمه قوي، فرقه تقيله جدا، فرقه عندها ثبات انفعالي في الملعب، فرقه بتعرف تحافظ على الكوره كويس قوي، فمحتاجين سرعه. طيب لو سالتك على دوري الدرجه الثانيه بدايه، يعني اكلمك شويه على نظام البطوله. اللي انا اعرفه انه 48 فريق، اعتقد 16 فريق في كل مجموعه. كنت اعتقد ان هم متقسمين جغرافيا، بس انت بتقولي لا مش صحيح، لا مش تقسم، وبيتاهل منهم فريق واحد بس. هل شايف انه نظام المسابقه بالشكل ده بيفرز الافضل للتاهل للدوري الممتاز؟ لا طبعا، لا مش طبعا. مش الافضل. انا الحمد لله يعني صعدت فرقتين مع الكابتن محمد صلاح، منهم زد اللي كانت اف سي مصر ونجوم المستقبل، واتباعت وما كناش الافضل. يعني ما كنتوش الافضل؟ ما كناش الافضل. ما صعدتوا ازاي؟ لا يعني لا ما كناش لا يعني انت معاك منافسين يا استاذ احمد كتير في المجموعه. يعني احنا السنه اللي فاتت دي واحنا ماسكين القناه، السنه اللي قبل اللي فاتت واحنا في القناه كنا بنافس احنا وكوكاكولا. الافضل في السنه دي كان بورتو، كان هو اللي ماشي الاول طول الموسم. تمام. فجاه كوكاكولا صعد، يعني كنا احنا ثلاثه بننافس والافضل فينا مش هو اللي صعد. الفرقه اللي عندها امكانيات وعندها زي ما بنقول دكه كويسه على فكره، هو نفس النظام اللي بيتعمل فوق في الدوري العام، هو تحت، وان كان تحت بيبقى اسوء شويه في الملاعب، بتظلم شويه في التحكيم. مجموعه زي مجموعه الصعيد دي السفر المسافات طويله جدا، فبتعمل ارهاق على اللعيبه. احنا لسه بنتكلم على هل في نظام تاني شايفه يعني يخدم يعالج المشاكل اللي بتواجهها انديه؟ انت بتتكلم عدد كبير من الانديه، 48 نادي بيتنافسوا على ثلاث مراكز. هل شايف انه في نظام تاني يقلل من المشاكل والمعاناه اللي بتعانيها الانديه اللي بتشارك في دوري الدرجه الثانيه، وفي نفس الوقت يبقى في النهايه بيوصلنا انه بيفرز الافضل بشكل من الاشكال، فعنده فرصه للتاهل في الدوري الممتاز؟ ما هو هم لو طبقوا النظام الجديد ده يبقى كويس، ان كل مجموعه تبقى فيها 7 أو 8 8 فرق في كل مجموعه،
دول لهم دوري والباقي كله ليه دوري تاني حسب هم بيصنفوه، تبقى حاجه كويسه. أيوة. لان في الوقت ده اللي هيبقى موجود في السبع ثمان انديه يا استاذ احمد الموجودين هم دي الانديه اللي معاها فلوس. يعني حضرتك بص على مجموعه القاهره هتلاقي داخليه وقناه وترسان انديه فيها فلوس. أيوة. في بحري هتلاقي ست او سبع انديه برضو كويسين. في الصعيد ممكن تلاقي ثلاث اربع اولمبي كروم صح، الانديه دي لسه موجوده ولا الاولمبي بيتهيألي موجود لسه؟ اولمبي موجود، حرس الحدود موجود، حرس الحدود البلديه موجود، بلديه الغزل المحله موجود، طنطا موجود. لا في انديه فيها فلوس. فلو انت بدات تعزل الفرق، انا فاكر الاولمبي ده زمان والله هم يعني اول دلوقتي، اول دلوقتي اول دلوقتي متصدرين، متصدرين بفرق تقريبا عن الحرس 3 بونت. ايوه. وان كان يعني الاولمبي ده بيتهيألي احمد الكاس، احمد ساري، مش احمد ساري بداياته كانت اولمبي برضو، وكان هو لحد اخر ماتش كان هو المدرب الفني. يعني اسلام الشاطر، اسلام الشاطر بداياته اولمبي برضو. تمام طبعا. وريعه، وريعه صح تمام. يعني لعيبه كبيره جدا ولعبت كلها دولي وليها انجازات كبيره. ازاي يرجع بقى له كام سنه بعيد عن بقى له كتير؟ ما هو الانديه الجماهيريه دي برضو بتنظلم. منصوره راح فين؟ المنصوره ترسانه راح فين؟ القناه صح ولا ايه؟ والله كل الانديه دي موجوده. بس ما عشان كده انا بقول لحضرتك الانديه اللي فيها امكانيات اكتر هي اللي بتصعد، امكانيات اكتر. السنه دي الاولمبي ليه الاولويه ان شاء الله في الصعود. طب اسالك سؤال، سؤالين الحقيقه ليها علاقه بموضوع الامكانيات ده. ليه الانديه المرتبطه بشركات او برجال اعمال او بهيئات قادره تنجح اقتصاديا وبالتالي تبقى موجوده في المشهد، والانديه الجماهيريه اللي المفترض انها تكون مهمتها اسهل في ان يبقى عندها موارد ماديه، يعني جزء كبير جدا من نجاح الاهلي اقتصاديا هي القاعده الشعبيه والجماهيريه اللي موجوده عندها. فازاي انديه عندها قاعده جماهيريه وشعبيه مش قادره تعالج الملف الامكانيات الماديه؟ ما هو الكره هتبقى هنا مش هتبقى بالحب. يعني انا اوكي انا عندي انديه شعبيه. أي. عندك جمهور بس في الامكانيات. فاحنا بنتكلم على الشق الثاني اللي هو الجمهور ده اهم امكانيات. ما هو ده حافز للعيبه. ايوه. لكن انت اللعيب معلش ما هو برضه انت بص لعقود اللعيبه في الانديه اللي هي الجماهيريه وبص في انديه الشركات هتلاقي فرق كبير جدا، فرق شاسع بين الاثنين. فانت بتجيب الافضل في الشركات، بتجيب الافضل. لان مثلا السنه دي في كيما امكانيات هايله، رجل يعني رئيس الشركه استاذ محمد رضوان حاجه موفر لك كل الامكانيات انت تصعد. لو بصينا للاولمبي السنه دي في دعم كويس، حرس الحدود طبعا دي هيئه، داخليه مش هنعرف نتكلم عليها، يا ربي مين تاني، اسوان رغم ان اسوان ما عندهاش امكانيات لكن اللي حضرتك بتقول عليه بقى الحته الجماهيريه الشعبية. لكن هو بيعاني من الماديات. فانا شايف الشركات ما عندها الامكانيات انها تجيب افضل لعيبه، فعشان كده دي بتبقى منافس قوي. يعني الند خاصه ان الملاعب دلوقتي ما فيهاش جماهير فكله متساوي دلوقتي. والله انا بشوف انه لو عملنا دمج يعني وابتدت الناس في مصر تبص للموضوع بشكل مختلف، وانه رجال اعمال بدل ما يستثمروا في نادي مش معروف او ملوش ظهير جماهيري يحطوا الاستثمارات دي في نادي جماهيري، هيحققوا مصالحهم ناحيه الدعايه والماركتنج وحتى لو بيزنس في بيع وشراء لعيبه، وفي نفس الوقت يبقى عندهم ظهير جماهيري يقدر يساعد فرقتهم. الناحيه النقطه الثانيه بقى، ليه الدوري للدرجه الثانيه رغم وجود عدد كبير من الانديه اللي ليها تاريخ وشعبيه وجماهيريه وامكانيات ماديه ما بنشوفش انها بقت تفرز عناصر نجوم يلعبوا في دوري الدرجه الاولى او دوري الممتاز؟ يعني بقت في موضه كده بقى لها 3-4 مواسم انه الفريق اللي يطلع يشتري اللعيبه اللي كانت بتلعب في الدوري الممتاز، والفرق اللي بتنزل بتاخد اللعيبه اللي كانت بتلعب في الدوري الدرجه الاولى عشان يطلعوها الدوري الممتاز. ما بقانيش نشوف كل شويه على فكره نجوم كتيره جدا طلعوا من دوري الدرجه الثانيه وبقوا نجوم كبار جدا في الدوري الممتاز. هو يعني الى حد ما يا استاذ احمد يعني موجودين حتى في المحله، ممكن نلاقي بعد الفرقه ما صعدت في كذا لعيب منهم موجود، عبده يحيى مميز جدا، فاركو محافظ عشان احنا مسكنا فاركو فتره محافظ تقريبا على ست او سبع لعيبه موجودين، لكن مش هم القوام الاساسي. لان انا لما الفرقه بتصعد الشكل بيتغير، بيبقى عايز يقعد في الدوري فبيضطر يجيب لعيبه، بيشتري. احنا بقينا كمان مش بنشتري من بعض من مصر، ده احنا بقينا بنجيب لعيبه من بره، معظمهم مثلا توانسه مغاربه افارقه كتير جدا موجودين في مصر. ما هو حضرتك بتتكلم على استثمار واحد، بدل ما انا هدفع في مكان لوحدي زي مثلا هدي مثلا بفرقه مثلا المجد او المصري للسلوم، ما هو واحد بيشتريها. طب انا ممكن اروح في مكان زي مثلا البلديه نادي جماهيري، الاولمبي نادي جماهيري، هستثمر اكتر، هيخش لك جمهور اكتر، القصه مختلفه هكذا. هو على فكره المنظومه واحده، لو انت مشيتها هتمشيها من الاول. امكانيات، لعيبه، ادي اللعيبه ثقه انها
تقدر تشارك في الدوري. اللعيبه بس ولا المدربين كمان؟ والله المدربين كمان محتاجين ثقه. طيب السنه دي والسنه اللي فاتت ابتدينا نشوف جيل جديد يدخل في الدرجه الاولى ممتاز. يعني ابتدينا نشوف رضا شحاته بياخد فرصه كامله موسم واثنين، ابتدينا نشوف علي ماهر مثلا من الولاد اللي طلعوا او الشباب اللي طلعوا برده يعني بيقدموا حاجه كويسه، مجدي عبد العاطي مع فاركو رغم انه مشوه لكن الحقيقه مطلعهم من 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 تحت، ما اعرفش بيقولوا من تحت دايما. ومجدي سعد اسوان كمان. ومجدي سعد باسوان قبل كده. وكان ابتدى يقدم عروض كويسه مع فاركو بالفرقه اللي معايا، لكن يعني ما ده لكن في النهايه في عندك اسماء كتيره جدا يعني قدمت شخصيه وقدمت كوره. هل الموضوع ده برضو المدربين المصريين بالذات يعني طبعا ما فيش مدربين اجانب في دوري الدرجه الثانيه؟ لا ما فيش. اغلبهم مصريين. لا هو موجود دلوقتي دجله. في دجله دلوقتي. واخدين فرصتهم كامله، واخدين دعم في مش بس من الانديه، من اتحاد الكوره او من رابطه الانديه، مساعدات، تطوير كوادر، تدريب، معايشه بره. احنا بنفتقد كل ده على فكره. احنا ما فيش ولا حاجه من ده، ولا من الحاجات دي. خد بالك انت الكوره في مصر نتائج. احنا بص احنا يعني طب يعني بلاش نقيس الكلام ده على الدرجه الثانيه والدوري العام، هنقيسه على النادي الاهلي. احنا كسبنا ماتشين المريخ وبيراميدز، طلعنا مستر موسيماني صح جوارديولا، خسرنا ماتشين ورا بعض، الراجل لا الراجل مش مادي. فانت بتنسى الحاجات دي. انا شايف ان المدرب مضغوط في مصر، طول ما انت مش مأمن نفسك صح او انت مجلس اداره في ظهرك، المدرب بيبقى فيه قلق. يعني انت انا كمدير فني محتاج ايه؟ محتاج ان انا اقعد مع رئيس النادي قبل الموسم، بعرف التارجت بتاعي ايه، انا وصلت لحد فين، اللعيبه. انا كنت بتكلم من شويه كده مع حد يعني اعرفه، بتكلم على سيموني لما مسك اتلتيكو. الموضوع مش موضوع كوره بس، ده موضوع استثمار. يعني انا بجيب لعيبه كمان هستثمر. طيب وعايز ايه؟ الراجل صبر عليه، عمل معاه عقد تقريبا 5 سنين، في السنه الثالثه تقريبا خد الدوري صح كده؟ صحيح. يعني هو مشروع كبير ويبقى لنا كلام بالتاكيد في حاجات كتير جدا يهمنا نتكلم معاك فيها. انت شرفتنا ووقتنا السعداء بظهورك مره ثانيه على شاشه الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا نجميا النهارده الكابتن سعيد عبد العزيز، وعلى وعد ان شاء الله يكون لي لقاء ثاني باذن الله. بشكر حضراتكم على متابعه وعلى كل خير، نتقابل بكره ان شاء الله في نفس الميعاد السادسه. تحياتي لحضراتكم.